ونص النهار على الحياة FM. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة FM. أهلا بكم في هذا العرض الأخباري وهذه أبرز العناوين. اتحاد الشغل يعقد هيئة إدارية تتواصل يومين في مدينة الحمامات. وزارة العدل تعلن أنها ستواصل اقتطاع أجور القضاة المضربين. أهلا بكم في التفاصيل. قال الدكتور سمير لحوي المدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية أمس، قال إن الارتفاع التدريجي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بات يطرح العديد من التساؤلات. وتساءل لحول في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء عن علاقة هذا الارتفاع بموجة سادسة أو طفرة جديدة أو كذلك تراجع المناعة ونجاعة التلقيح مع مرور الوقت، مما فسح المجال لعودة الفيروس. وأوضح المتحدث أنه من الناحية الكلينيكية فإن جميع المختبرات لم تبلغ عن وجود متحور جديد للفيروس، لذلك فإن الفرق الصحية المختصة دخلت في فترة ملاحظة ومتابعة مستمرة للوقوف على الأسباب. وقال إن عدد الأشخاص الحاملين للفيروس في الوقت الراهن تجاوز 50 ولا توجد بينها أي حالة خطيرة تستدعي الإقامة في غرف الإنعاش. ولاحظ أنه مهما كانت الأسباب وراء تفشي الفيروس من جديد، فإنه من الضروري العودة إلى ارتداء الكمامات الواقية والتخفيف من التجمعات مع الإقبال على الجرعات المعززة من التلقيح. من المنتظر أن تنظر الهيئة الإدارية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والتي تنعقد على امتداد يومين بداية من اليوم الأحد في مدينة الحمامات في تقييم الإضراب العام في القطاع العام يوم 16 من جوان، وذلك على المستوى النقبي على ضوء مدى تفاعل المسؤولين ومختلف النقابين بالاتحاد. كما ستنظر الهيئة الإدارية في المبادرة التي تقدم بها الاتحاد منذ يومين حول الدستور والقانون الانتخابي، بالإضافة إلى تدارس ملف المفاوضات الاجتماعية وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري. أكدت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأحد أنها ستواصل تنفيذ إجراءات الاقتطاع من أجر القضاة الذين يدخلون الأسبوع الرابع من الإضراب، وذلك عملا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022. ونبهت الوزارة إلى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 من فبراير الماضي، وخاصة الفصل التاسع منه وما يترتب عنه من إجراءات تأديبية. ودعت وزارة العدل في بلاغها كافة القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا. وللإشارة، فقد قررت تنسيقية الهيكل القضائية في بيان أصدرته أمس التمديد في إضراب القضاة وتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع إضافي الأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بداية من يوم غد الاثنين 27 من جوان. وبينت التنسيقية أنها ستواصل الإضراب احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وإلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء. كما دعت التنسيقية القضاة إلى مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة من أجل استعادة ضمانة استقلالية القضاء وهيبته والدفاع عن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية. وكان إضراب القضاة قد انطلق يوم 6 من جوان وتواصل لمدة 3 أسابيع متتالية احتجاجا على المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516. كما نظم القضاة يوم غضب الخميس الماضي ودخل 3 قضاة من المعفين في إضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة التونسيين بداية من يوم الأربعاء الماضي.
دوليا تتواصل الجهود الدولية التي تبذلها الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات على عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان الذين تضرروا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق البلاد يوم الأربعاء وأودى بحياة أكثر من 1000 شخص، مما زاد العبء الواقع على النظام الصحي الهش في البلاد. يستمر رصد حالة جديدة لمرضى الحمى النزفية والكوليرا في العراق، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 6 إصابات جديدة وحالة وفاة. وكشف المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أن مجموع الإصابات بالحمى النزفية بالعراق بلغ بذلك 214 حالة من بينها 36 وفاة، وشدد على مربي الماشية والجزارين بوجوب أخذ الإجراءات الاحترازية خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى والانتباه إلى الأعراض من بينها ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسد والمغص المعوي، مشيرا إلى أن اللجوء للمستشفى مع هذه الأعراض من الممكن أن يؤدي للشفاء سريعا قبل أن تتطور لمرحلة حدوث نزيف وهي الأخطر. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اتحاد الشغل يعقد هيئة إدارية تتواصل يومين في مدينة الحمامات. وزارة العدل تعلن أنها ستواصل اقتطاع أجور القضاة المضربين. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فهم، لكم أجمل تحية سهم حمدي، في أمان الله. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة.